ليبيا وجهة الأتراك القديمة الجديدة. هنا يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلقي بثقله مهما كلف الأمر، دعماً لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج. ومن أجل ذلك يدفع أردوغان بكل وزنه حتى لو استلزم الأمر استقطاب مقاتلين أجانب ودفعهم إلى الأراضي الليبية ليقاتلوا مع الميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. أمر أشار إليه تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادره كشف أن الفصائل الموالية لتركيا في سوريا فتحت مراكز لتسجيل الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا. التقرير أوضح أن عشرات الأشخاص قصدوا 4 مراكز افتتحت في منطقة عفرين. يقول المرصد أنها تشجع على الذهاب إلى ليبيا تحت الحماية التركية وتقدم لهم رواتب تصل إلى 2000 دولار أمريكي شهرياً. ومنذ فترة يتردد صدى المساعي التركية للدخول على خط الأزمة في ليبيا، آخرها توقيع مذكرتي تفاهم تتعلقان بترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري مع حكومة السراج. كذلك وفي ظل ما يمكن وصفه بعزلة تعيشها تركيا مع دول المنطقة، تخوض أنقرة أيضاً صراعاً محموماً للتنقيب في حقول الغاز شرقي البحر المتوسط في تحد واضح للمعارضة الدولية وللقواعد التي تعتمدها كل الدول المعنية بهذا الملف.